نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن احمد بلال. اهلا وسهلا بكم كابتن. بدايه بنقول مبروك للنادي المصري وهارد لك النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفوز باذن الله للنادي الاهلي في مباراه الرجاء، ودوت يعني الهدف اللي هو الكبير كابتن شريف بالنسبه لنا، ان شاء الله نكسب ان شاء الله في المباراه اللي جايه، ويكون المكسب حليف النادي الاهلي باذن الله في المباراه القادمه. كابتن ايمن، بنتكلم على طاقم التحكيم، يعني كان محمود عاشور الحكم الميدان، وكان على الفار محمد الحلفي. انا بقول ليه؟ لان احنا هنتكلم في حته الفار والحكم اكتر من مره. الحاجه الثانيه انا بتكلم على محمد الحنفي كان على الفار، ومحمود ناجي على الفار. هو المفترض لما بيكون في حكم ساحه في الفار بيبقى الحكم الثاني حكم مساعد، ماشي؟ ده المفروض، ده احنا عندنا حكام مساعدين مظبوط للفار عشان التسلل دي. مزبوط. بس النقطه بنتكلم فيها في البدايه، ولكن خلينا نتفق يا كابتن اسامه كابتن احمد على المعايير. انا النهارده بشتغل بمعيار الحكم كابتن احمد، صح؟ بمعيارك انت، مش بمعيار اسامه عرابي ولا ايمن ولا شريف ولا بلال ولا عادل. فباخد منك انت في القرارات اللي انت بتحتسبها، يعني مخالفه مثلا للدفع هي الدفع، لو المعيار واحد يبقى الحكم ماشي بمعيار واحد في المباراه كلها يا كابتن عادل، ولكن عندما تختلف المعايير تتوقع الاخطاء من الحكم المباراه. مظبوط. هروح للبدايه، وده يعني بنتكلم في القانون، وانا جاي في فقره القانون الماده 12، لما اللاعب يحتفل بالهدف ويطلع الفني اللي فوق. مظبوط. دي الف ب، ده انذار، مفيش فيه انذار، مفيش فيه كلام. نشوف الحاله الاول اللي جت هنا، الهدف هيثم العيوني، هو لاعب النادي المصري بيسجل هدف، هدف طبعا سليم مفيش فيه مشكله، ولكن نشوف هنا اللاعب ايه اللي حصل كابتن ايمن. لا لا لا، شال الفانيلا، رفع الفانيلا لفوق. بس طب ارجع تاني الكره اللي قبل، ايوه دي هنا، بس نقف 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 هنا كابتن. اللاعب طبقا للقانون ماده 12 في اكتر من حاله ينظر اللاعب عندما يتم تسجيل هدف. نشوف في القانون بيقول ايه، مش انا اللي بقول. خلينا هنا نتكلم يا كابتن احمد في يجب انذار اللاعب حتى لو تم الغاء الهدف من اجل 1 2 3 4. خلينا في اخر نقطه كابتن احمد اللي هي ايه؟ ليه ايه؟ خلع القميص او تغطيه الراس بالقميص. دي موجوده بالنص، ده في القانون، دي اول حاله. انا بقول الكلام ده لان اللاعب ده تم اشهار لي البطاقه في الدقيقه 80، صح؟ لو هيثم العيوني. انا النهارده بتكلم في انذار، هنا الانذار ده كابتن مفيش فيه تقدير يا كابتن اسامه. مظبوط يا كابتن. لاعب بيغطي القميص او بيقلع التيشيرت او بيروح يتسلق السياق للجمهور او عنده افراط في الفرحه، هنا القانون اللي بيقول ماده 12 عندما يتم احتفال اللاعب بالهدف هنا ينظر لخلع القميص او تغطيه الراس بالقميص او تغطيه الراس او الوجه بقناع او اي شيء، دي كلها حاجات بينظر فيها. هل من المعقول يبقى انا النهارده الحكم ما شافش، الحكم المساعد ما شافش، والرابع ما شافش هذا اللاعب يا كابتن؟ لا، ده جاب الجول يا كابتن وخبط بكوعه مجدي قفشه وهو ماشي بعد ماشي. ما جاب الجول ماشي، دي ممكن ما يعني دي حاجه ممكن لو ممكن ما تتشافش، ولكن لما انا اخلع القميص او انا اغطي بوش القميص دي حاجه فول. نتكلم في القانون يا كابتن. أيوه. دي اول حاله، ونشوف بعد كده ايه اللي حصل. يبقى احنا بنتكلم هنا في انذار لاعب لم يتم انذاره نتيجه ان ما حدش خد باله من طاقم التحكيم فيها. لو رجعت بالكره، أوكي. لو رجعها لنا هتشوف الكوع في وش قفشه. تعالى بقى نشوف اللي حصل ايه. هذه الحاله نرجعها كده ونشوفها بعد ما جاب الجول. نشوف هنا حاله ثانيه بعد كابتن شريف هنجيبها. بص خلاص احنا قلنا خلاص هنا الهدف، هو راجع وقف هنا بقى. لا وقفلنا، انا بتكلم على الاصل الواقع في العقوبه. أيوة. دي واقعه واضحه جدا يا كابتن، لازم لابد ان هو يشهر لي. هتلاقيه راح لغايه قفشه وخده بالكوع في وشه. تمام. بعد اذنك بس خليه بس يوقف. بس هو كابتن ناصر بيتكلم على واقعه، على واقعه نص صريح في القانون، واقعتين فيها يا كابتن. انما هنا ممكن يكون الحكم ما شافش او لو واقف قدامه يا كابتن ما شافش. ماشي يلا خلينا بقى نروح. هو فرحان، الحكم فرحان ان المصري جاب جول. الانذار ماشي، يلا خلينا نشوف الانذار اللي خده اللاعب هيثم العيوني اللي هو لاعب نادي المصري. خلاص هنا كان يجب انذار اللاعب وهنا ما انذرش. هنا اللاعب هنا بتعطيل الوقت. تعطيل. مظبوط. انت اللي اديت الانذار يا كابتن احمد. ده كان ممكن يكون الانذار الثاني يطرد.
بالظبط. انا بكلم، انا ماليش علاقه بالفنيات، بتكلم كتحكيم. مظبوط. هنا بنتكلم كتحكيم. انت اشرت البطاقه هنا، كان يجب هنا يعني لو انا النهارده اشرت البطاقه في الحاله الاولى كان هنا الانذار الثاني وبطاقه حمراء. انا بقول الكلام دوت ليه يا جماعه؟ لان ما ينفعش اللاعب شديله يغطي وشه عشان الحكم ما يديلوش انذار. الكلام ده لكل الحكام، ما ينفعش الحكم ما يشوفش والمساعد ما يشوفش والرابع ما يشوفش في هذه الحاله. نروح بيه المعايير اللي الحكم كان بيحسبها الاخطاء. يلا الحاله بعد كده، هذه الحاله في كل المقاييس هنا في بطاقه صفر. جيراندو هنا نشوف هو عمل ايه كابتن مع لاعب نادي الاهلي. نشوف هنا الايد، نمشي اهي، ده تقريبا في الثانيه 30. ما البدايه بده ان يكون يعني البدايه ما تكون صحيحه، الدنيا كلها بتبقى ماشيه كابتن كويس. الكره دي يا كابتن في حاله شبيهه لاليو ديانج الماتش اللي فات كتير يا كابتن، خد منها كارت. انا بتكلم في المعايير بقى. بالظبط. هنا انذار طبعا مستحق لما يشهر فيه لاعب النادي المصري. المعايير، واحنا قلنا عنوان المباراه كانت المعايير. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. شوف البعض قال لك في هدف والحكم لغاه. لا. طب نشوف يا كابتن اسامه كابتن احمد. مهمه جدا. صح. وين الحكم؟ هنا نشوف هنا المخالفه هنا، هل في مخالفه ولا مفيش؟ فيها يا كابتن. مخالفه قبل تسجيل الهدف عشان بس ما حدش يطلع يقول دايس على رجله. ان النادي دايس على رجله واضحه جدا جدا، وفيها انذار كمان. في هذه الحاله انذار. ومحمود عاشور صفر قبلها كمان. هات لي الحاله دي تاني مره، عيدها لي تاني وتالت كده. هو هنا عاشور هنا قريب صفر قبل ما الراجل يسدد الكوره، كان عاشور مصفر بالمخالفه. مظبوط. كانت قبل الهدف كان هناك مخالفه تسبق الهدف. تاني هنا قال فوت ان فوت، يعني الراجل حاطط سارز على الرجل الشمال طبعا. تاني كده نشوف تاني كابتن اسامه بس عشان نتاكد. لا فاول يا كابتن، على وش رجله. ادي الرجل اهي الشمال على قدم قفشه الشمال. كابتن احمد معايا ولا ايه؟ معاك يا كابتن. ماشي يلا. لا هنا قبل يعني ماشي، خلينا نشوف الحاله ديت، هل هناك دفع ولا مفيش؟ وانا بتكلم هنا في المعيار الواحد في هذه الحاله يا كابتن شريف. هو هنا اللاعب لم ينجح في لعب الكره، اللاعب المدافع. تمام. نشوف هنا لم يتم احتساب مخالفه لمحمد شريف، ونشوف هنا هل في دفع ولا مفيش؟ هو الحكم هنا بمعياره قال مفيش مخالفه. بالمعيار كابتن بلال نشوف المعيار اللي جاي في هنا. نشوف هنا لاعب المدافع طبعا ارتقى فوق. دي جوه ال 18 يا كابتن؟ داخل الصندوق. بالظبط. انا بتكلم في المعيار. ايوه. عشان ما حدش يقول لي انت قلت. لا انا هقول بقى اللي جايه بقى، نشوف هنا في فاول ولا ما فيش. يلا خلينا نروح للي جاي. الفاول اللي جاي هنا في فاول تم احتسابه لعلي معلول. هل في مخالفه كابتن احمد؟ نعيد الحاله تاني. هو ده لعلي ولا على علي بس؟ ده ادى المخالفه لعلي. ده لعلي. لعلي معلول. مفيش حاجه. ممكن نتكلم؟ مفيش حاجه. لا مفيش حاجه. هل في مخالفه؟ مفيش حاجه خالص. لما انا كحكم معياري ان انا احسب دي مخالفه، نشوف كده. يعني التلاحم عادي كابتن. المخالفه تلاحم عادي جدا. لما ادي معلول يعني خطا زي ده. هنا هنا اللاين مان هو اللي ادى اكدت يا كابتن. انا كحكم اكدت على الفاول. ما هو هنا المعيار الحكم والمساعد. لا هنا اعتقد هنا اللاين مان اللي هو اللي ادى الفاول. انا بتكلم اختلاف المعايير ما بين الحكم والمساعد. مظبوط. معيار المباراه كلها. وفي الاخر مين اللي خد القرار؟ ما هو الحكم. معيار القرار كله. خلي بالك ده مش اول فاول يحصل فيه كلام دوت. في فاول تاني في نص الملعب تم احتسابه لايمن اشرف، نفس اللعبه ما كانش فيها مخالفه. لا وفي فاول على عبد المنعم في نص الملعب برضه. وفي فاول على عبد المنعم. انا بتكلم النهارده بالمعيار بتاع الحكم يا كابتن شريف، يبقى لعبه محمد شريف ركله جزاء داخل الصندوق. مش معايير حتى. بالمعيار. مش معيار انا ولا معيار اي حد. صحيح. انت اللي اديتني المعيار بتاعك كحكم. مظبوط. مش انا اللي فرضت عليك. يعني انت اللي فرضت نفسك المعيار. يعني هي تحكيميا ركله جزاء مش ركله جزاء؟ ركله جزاء. لا ركله جزاء. بالمعيار. سيبك بقى من المعايير. مش مهم المعايير بقى، مش فارقه. لا يا كابتن انا ليه بقول المعايير؟ لا مش فارقه معانا يا كابتن. المهم ان القانون يقول ان دي ركله جزاء. ما انا برضه بتكلم ليه؟ لان عشان ما حدش يجي يقول لي ده الحكم حسب وما حسبش. اللي بيحسب بره يحسب جوه. اللي ما يحسبش بره يحسب ما يحسبش جوه. انما ما يحسبش بره يا كابتن ناصر، في حاجات بره بتتحسب كده. تمام. تمشيت لعب. وفي حاجات ما تتحسبش.
لا لكن بس دي مؤثره يا كابتن. بص الناس بتقول لك ايه ركله الجزاء مؤثره. لا 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 يعني انا بقول انا بقول خلاص ركله جزاء يبقى هو ضيع علينا ركله جزاء. كابتن احمد انا شايف ان هنا في دفع موجود لان اللاعب لما ينجح في الكوره هو طلع ارتقى عمل خطا باهمال في دفع ولا في دفع في داخل الصندوق ركله جزاء. طيب في كره مهمه انا عايز اجيبها يا كابتن بعد اذن حضرتك لو موجوده معاك محمد شريف يلا على اليمين. لا خلينا نروح للحاله بعد كده اللي عدى منه على اليمين راح للجول كره ثانيه جوه 18 نشوف الحاله اللي جايه ديت حاله مهمه جدا ظهره يعني خطا حاول من بره مش من جوه تعال هات الخطا اسمع نشوف هنا في ايده طيب الثاني هنا من الزاويه ديت شوف هنا الرجل واضحه جدا جدا في الايد بتاعت محمد شريف على خط ال 18 فاول مش فاول؟ فاول على الاقل لامس مخالفه على حدود 18 تستحق البطوله الصفراء لم تحتسب يمكن الفار وقف فيها شويه ايوه على اساس كان بيشيك ان هي من جوه او ولا بره هي من بره ايوه ولكن انا بتكلم النهارده هذه مخالفه لم تحتسب وكان يجب اشهار فيها البطوله الصفراء تمام نعدي ده خطا تحكيم يعني ده هيثم كمان ده هيثم لعيوني برضه مش كده؟ يعني كان لازم بعديها يديها فاول من بره كابتن المهنة الفار بيتدخل امتى؟ امتى الفار؟ عشان هي لو من جوه كان الفار تدخل. سؤال يا كابتن بعد اذنك سؤال فني بعد اذنك يعني دلوقتي الكره دي لو الحكم صفر بنالتي تمام وهي من بره طرد والفار قال له لا مش بنالتي تتلعب ايه؟ برافو عليك انا النهارده الفار يتدخل في ركلات الجزاء هو هنا النهارده الفار بيقول لك لا مش بنالتي ليه من خارج ايوه من خارج بعملها بره تتلعب ايه؟ تتلعب ايه؟ الجزاء هنا بتتعمل هنا يا كابتن اسقاط بس شكرا مفيش مشكلة انت عادل سمعت يا كابتن تمام ايوه يا كابتن طيب ما يديش الفاول يا كابتن لا 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 هو الفار ما دخلش الفاولات دخل فيه الاخطاء تعالى يا كابتن هنا في الحاله اللي جايه دي انت طلبتها يا كابتن عادل ايوه دي اللي انا طلبتها يا كابتن يعني معلش يا كابتن ناصر دي بتاعت حسام اللي انا طلبتها هنا هنقف ماشي هنقف بس اللي فاتت دي اللي فاتت دي يا كابتن مش كارت احمر انا اللي فاهم معلش انا اسف يعني قبل دي انا عاوز اقول انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن اتفضل ولا عشان الكره ردت منه ورجعت لورا برافو عليك هو هنا اعتبر ان دي مش فرصه واضحه ليه مظبوط لو قلنا فرصه الواضحه ليها معايير كابتن احمد وبحييك طبعا انك انت فاهم كويس قوي عاوز تقول ان اللاعب دوت ان مشريف لو كان عدى بالظبط كان راح انفراد بس انا هنا الكره رجعت للخلف رجعت للخلف مظبوط الفرصه الواضحه هي احنا قلنا ايه اتجاه العام تمام المسافه ما بين المخالفه والمرمى السيطره والمخالفه ما بين الحدث والمرمى في الكره رجعت للخلف وبالتالي هنا ما كانش الفار يقدر يتدخل في بطاقه حمراء فيها الحاله اللي جايه خلاص الحاله اللي جايه هنا المسك كان في الاول من الاثنين مفيش كلام ماشي معاك ولكن بعد كده ايه اللي حصل حسام عايز يلف انا كراجل بلف اروح لكرسي بالظبط بص دراعك يا كابتن انا عارف انا عارف كابتن نايم نشوف بس واحده واحده يلا حسام حسن هنا الكره هنا المسك هنا 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 خلاص صح. انا بعدي نشوف هنا الايد الايد هنا المدافع هنا الايد واضحه انا بس بتكلم في نقطه مهمه جدا هل من المعقول النهارده في هذه الحاله ان الفار احنا قلنا التقديرات بتختلف من الحكم لحكم الفار على الاقل كابتن ايمن كان يجب على الفار ان يستدعي الحكم وتعالى قرر انت يا سيدي هل في مخالفه ركله جزاء ولا مفيش للاسف الشديد ان الفار هنا برضك شيك عمل كونفيرم ان مفيش مخالفه يعني عندي حاله محمد شريف دفع والمعيار كان مختلف في احتساب المخالفات انا عندي هنا حاله من الحالات المهمه ايضا بتتحسب كتير قوي ركله جزاء كتير جدا بتتحسب ركله جزاء الفار لما يتدخل فيها معيار تحكيم النهارده كابتن بعيد عن الفنيات كان المعيار مختلف تماما سواء كان من حكم المباراه طيب وما بين الفار مظبوط يا كابتن ما هو احنا برضو خلي بالك حضرتك احنا في نقطه اتكلمنا فيها الفتره اللي فاتت وحضرتك كمان كنت بتقول ايه ان انا نفسي التحكيم المصري يكون ليه دور مميز في افريقيا نفسي التحكيم المصري يكون ليه دور في كاس العالم ما هو بالشكل ده باللي بيحصل ده واللي عانينا منه احنا كنادي اهلي السنه اللي فاتت او السنوات اللي فاتت السنه اللي فاتت بالذات وتسببت برغم ان انا معترف ان في اخطاء كانت من الجهاز الفني واللعيبه في الملعب ادت برضه لفقدان بعض النقاط ولكن التحكيم كان ليه دور
ما هو بالشكل ده لا هيبقى لينا وجود للتحكيم المصري على الساحه الافريقيه ولا لينا وجود للتحكيم المصري على الساحه الدوليه والعالميه. بنتكلم على 8 اطقم تم اختيارهم في كاس العالم للاسف. قولهم يا كابتن اتفضل يا كابتن. يعني احنا عندنا بملك، عندنا سيكازوي، عندنا مجيد نضاي، عندنا رضوان جيد من المغرب، عندنا مصطفى غربال من الجزائر، عندنا جان جاك اللي هو هيحكم أيوه. المباراه ان شاء الله اللي جايه. 8 اطقم رايحين، عندنا سيكازوي زامبي أيوه. 8 من افريقيا رايحين كاس العالم، للاسف مش موجود حد في الحكام المصريين باستثناء طبعا الحكم المساعد الدولي محمود ابو الرجال اللي هو هيلعب في طاقم بكاري جسامه في كاس العالم. والحل ايه؟ الحل لابد ان يكون في تطوير للتحكيم المصري، زي ما قلنا عشان اتواجد في كاس العالم لابد يكون في دعم ومسانده وتطوير لاداء التحكيم المصري. احنا نفسنا ان كاس العالم دي كابتن تحصل كل 4 سنين. ابقى انا شغال النهارده في لجنه الحكام المحليه على تطوير الحكام في 4 سنين، وفي الاخر خالص للاسف ما بقاش عندي حكم موجود في كاس العالم، يبقى انا النهارده بشتغل يعني مش هو ده الهدف. هو بالمناسبه كابتن دور لجنه الحكام ايه او الهدف؟ هو الهدف من وجود لجنه الحكام بتصنع إيه؟ الحكام للبطولات الكبيره. يعني انا النهارده زي اي نادي بيعمل الفريق بتاعه بيوصل للبطولات الكبيره، انا النهارده كلجنه الحكام كابتن اسامه بشتغل على حكامي مش عشان الدوري المحلي وعشان الماتشات اللي هي دوري الابطال اللي صحيح. هي لا انا بتكلم على الطموح الكبير ان احنا يعني يمثل مصر في كاس العالم حكم. احنا بقى لنا فتره تقريبا من جهاد جريشه لما اخر كاس عالم كان موجود فيه بقى لنا فتره ما حدش متواجد. نتمنى ان التحكيم وتطوير التحكيم يكون الافضل في الفتره القادمه. واخيرا بنقول ان احنا ان شاء الله نتمنى كابتن اسامه ان شاء الله يوم السبت القادم توفيق النادي الاهلي، ودي مباراه مهمه جدا نتمنى كلنا ان شاء الله النادي الاهلي يوفق فيها ويفوز باذن الله، وتمنياتنا ان شاء الله كمان يحقق نتيجه ايجابيه في المباراه باذن الله رب العالمين. ان شاء الله زي ما حضرتك قلت نتمنى ان شاء الله ان التحكيم يعدل من اوضاعه شويه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. الف شكر يا كابتن. شكرا، تشرفتنا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمصري والتي انتهت بفوز المصري 1-0، وبرغم الهزيمه ما زال الاهلي متصدرا للدوري العام برصيد 31 نقطة ويشاركه نادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي له مباراة مؤجلة. حظ افضل للنادي الاهلي في المباراة القادمة ان شاء الله، وبداية من مباراتي الرجاء المغربي. في النهاية بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن شرفتنا. الف شكر يا كابتن ايمن وهارد لك. ويا كابتن كان في كورة محمد شريف رقص من ناحية اليمين ودخل جوه ال 18 وهيثم عوني ده برضه ضربه العويني ضربه، وراجل رايح يخش يلعب الكره يجيبها جول، خدت بالك؟ وهو يلعبها لاي حد بالعرض جول برده مفيش انذار. احنا اتكلمنا النهارده كابتن في المعايير في البطاقات. ده انا نسيت اقول لك الكره دي كمان، خدت بالك؟ ولكن ده هيثم ليه 3 انذارات النهارده لما يبقى محمود عاشور محمد الحنفي الاثنين في مباراه الاهلي والمصري ويطلع على هذا الشكل المعايير، يبقى هارد لك يا كابتن على نتيجه المباراه اليوم. شكرا كابتن شريف شرفتنا. كابتن عادل الرحمن الف شكرا كابتن شرف. اشكرك يا كابتن، وال 18 نقطه بتاع السنه اللي فاتت من الفار مش عايزينهم يتكرروا تاني ان شاء الله. نتمنى ذلك ان شاء الله. والمغرب والمباراه اللي جايه ان شاء الله نكسب فيها ونكسب مكسب كويس علشان نروح مرتاحين مع الرجاء. احنا برغم الهزيمه برضو احنا ورا اللعيبه ورا الجهاز الفني طبعًا ان شاء الله. طبعًا لازم تبقى وراهم. اللعيبه دي فرحتنا. بس ال 18 بونت دول بدات انت في شغل كده في الفار انا مش عاجبني. ربنا يستر ما يحصلش اللي حصل السنه اللي فاتت. كابتن اسامة عربي الف شكر يا كابتن شرفتنا. شكرا ايمن وهارد لك، وخلاص الصفحه دي تتقفل وان شاء الله كل التركيز في مباراتين الرجاء عشان نعدي الدور ده باذن الله ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن شرفتنا. ربنا يخليك كابتن هارد لك، وخلاص يعني مباراه النهارده يعني صفحتها انطوت تمام. بكره استعداد جديد لبطوله محببه للنادي الاهلي ولينا كلنا يعني باذن الله ان شاء الله تبقى المباراه القادمه يعني تبقى مباراه صعود باذن الله يا رب ان شاء الله كابتن باذن الله ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.